يا رامي، نعم، عامل ايه؟ لحد دلوقتي الحمد لله. قلقان من حاجة؟ أه والله يا أسماء، لما بحس ان انتي يعني داخله جاهزه كده ببقى حاسس ان انا اكيد في اسئله مخيفه جايه، بس جاهز جاهز. يلا. يلا. تقر وتعترف انك اخدت فلوس مقابل حفلة وكنت هتخرب بيت راجل متعهد الحفلات ومرضتش تروح الحفلة دي؟ دي اي حفله فيهم؟ عشان في حفله، ده كتير كده في حفلتين. اه اللي اتاخد فيها حكم ضدك. لا هو مش حكم، هو ده حكم ابتدائي، لان هو لان انا ما كنتش اعرف ان هو اصلا بيعمل اجراءات تقاضي. دي كانت حفله في ليبيا وانا التزمت بكل شروط العقد، وهو في العقد بند بيقول ان بقيت فلوسي تيجي قبل السفر بخمس ايام، وهو ما جابليش الفلوس قبل السفر بخمس ايام، ومعهوش ما يعني ما جابليش لا وصولات ولا في ايداع بنكي ولا في اي حاجه. هو اصلا ما عرفش يجيب تصريح السفر، لان السفر لليبيا ليه تصريح غير ان انا اطلع اركب الطياره وامشي يعني. فهو كان مسؤول برضو في العقد من انه هو يجيب كافه التصاريح، فهو ما عرفش ينفذ دي ولا دي. فانا بالنسبه لي التزمت، كنت جاهز في معادي، استنيت بقيه الدفعه التانيه تيجي علشان اخدها قبل ما نسافر. هو ما التزمش، بس هو قدر ياخد درجه من درجات التقاضي لعدم علمي بانه بياخد يعني خطوه، لكن هو في الاخر انا اثق في القضاء تمام الثقه، والعقد شارح نفسه، بس كان محتاج حد مننا يعني يدخل يوري نفسه لهيئه المحكمه، وده اللي ما كانش لسه حصل ودلوقتي بيحصل. انت قلت في حفله تانية برضو كان فيها مشكله. ما في حفله تانية في الساحل الشمالي السنه اللي فاتت، بعد ما وصلت والجمهور كامل واقف، المنظم يعني شخص معروف جدا قاعد يقول رامي يطلع وبقيت فلوسه تيجي بكره، رامي يطلع وفلوسه هجيبها دلوقتي، رامي يطلع. وده في شغلانتنا ما فيش حاجه اسمها كده. في شغلانتنا انت جيتي وطلعتي لازم تبقى فلوسك كامله معاكي، لانه ما فيش ضامن ابدا ان تاخدي فلوسك دي. وفلوسك دي في منها فلوس فرقه وشركه واتوبيسات سفر واقامات وحاجات، فمش يعني مش هنصرف على الناس كمان اللي هم اللي بينظموا الحفلات. ففي الاخر لو ما التزموش بعقودهم احنا مش مضطرين نلتزم بان احنا نطلع. لو كمان مش قد الحفله ما تعملهاش. بالظبط. خصوصا بقى اللي وكمان اللي خلاني امشي من الحفله دي، مع كامل اعتذاري للناس اللي وقفت اليوم ده، ان انا كنت عارف انها انفيتيشن. انا لو عارف ان الجمهور ده دافع تيكت واتنصب عليا 10 مرات هطلع. يعني تقصد ان انت؟ اقصد ان انا عشان هم سكان القريه نفسها، المكان نفسه اللي فيه الحفله، فهم مش دافعين فلوس، هم ما راحوش من مشوار لمشوار، بس جايين يشوفوا رامي بيحبوه. مقدر ده جدا بالنسبه لي، بس هم اكيد عشان بيحبوا رامي ما يوافقوش ان رامي يتنصب عليه. اكيد طبعا. فانا لو كنت طلعت كان هيبقى اتنصب عليا.